أضاف الأهلي 3 نقاط جديدة في رصيده بعد أن تغلب على ضيفه الفتح بهدف في ختام الجولة 9 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي احتضنه الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. شوط اللقاء الأول بدأه الأهلاويون برغبة أكثر بحثا عن هدف التقدم في مرمى الضيوف. تنوعت هجمات أصحاب الأرض وكثف ضغطه على مرمى الفتح في النصف الساعة الأولى. في المقابل كان حضور الضيوف في مناطق خصمهم خجولا في أغلب فترات الشوط. أخطر المحاولات للأهلي كانت عن طريق الروماني ماتريتا الذي حول كرة عرضية برأسه وكوفال بالمرصاد. علي الزقعان يرد من كرة ثابتة والعويس يتألق ويبعدها لخارج الملعب لتحضر صافرة الحكم خالد صلوي منهية الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني دخل الفتح بشكل مغاير، تيفريدي يهدد مرمى الأهلي مبكرا والعويس ينقذ الموقف ويتصدى. هجوم فتحاوي مكثف والزقعان يظهر في محاولة أخرى تمر بسلام. وفي ظل الضغط الفتحاوي علي الحسون يرسل عرضية من الجهة اليمنى تجد عمر السومة الذي حولها بشكل جميل لتسكن مرمى كوفال هدف أهلاوي. بعد الهدف الفتحاويون يبحثون عن العودة، محمد السعيد يرسل تسديدة قوية ومحمد العويس يبعدها. كاد لوكاس ليما يزيد أوجاع الفتح بهدف ثاني بعد أن واجه المرمى، لكنه يفوت الفرصة بكرة انتهت لخارج الخشبات الثلاث. أدريس فتوحي هو الآخر سنحت له فرصة لمضاعفة النتيجة، لكن محاولته تنقذها العارضة. في الوقت بدل الضائع مراد باتنا وآخر المحاولات للضيوف تجد العويس مرة أخرى. حافظ الأهلي على هدفه الوحيد ولم تنجح محاولات الفتح في تعديل الكفة حتى أعلن الحكم نهاية المواجهة بفوز أهلاوي بهدف نظيف ليصل للنقطة 19 في وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز 13.